مساء الخير يا عادل. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انا مبسوط منك جدا. واضح انك رفعت راسنا مع مجموعه فنادق الحر. الحمد لله يا فندم، بس اشمعنى؟ عشان عندهم عطل في الفندق. عطل يا فندم؟ ما تخافيش، ده الفندق اللي هنا في القاهره. اه. وبعدين ده طالبينك انت بالاسم، واضح انك بهرتيهم بشغلك. طالبيني انا بالاسم؟ اه طالبينك بالاسم، الاوردر اهو. يلا جهزي نفسك بقى. حالا يا فندم. يلا. طب والله الموضوع ده شكله وراه عمر. ازاي النهارده يبقى نص يوم ومحدش فيكم يبلغني؟ ما هي يوم عيد الهالوين بيبقى نص يوم، دي معروفه يعني. عيد الايه؟ الهالوين. حبيبتي ده عيد امريكي، بنجيب فيه قرع عسل، بنشيل اللي جواه، بنولع فيه شمع وبنرسم عليه، وبنعمل في المدرسه هنا حاجه زي كده بيت الاشباح. اه طبعا عارفاه، اصل دي اول سنه ليا في المدرسه فما احتفلتش بيه هنا قبل كده. عارفاه طبعا، ماما معرفهولي. اه ماما، هو حد يكره بقى انه يروح بدري؟ بس انت مش فاهمه، انا دلوقتي خلصت الشغل بدري ومحدش يعرف اني خلصت، فهروح ازاي بقى دلوقتي؟ ايه امانه، هو انت صغيره؟ ما تروحي في تاكسي ولا مع اي حد. اي حد يا بنتي؟ ده اختي لسه واخده الطريق اياها علشان واحد زميلها في الشغل وصلها. وفيها ايه يعني لما زميلك يوصلك؟ لا يا حبيبتي، فيها كتير قوي عندنا. اعمل ايه بس يا ربي؟ اه يا امانه يا غلبانه، اروح ازاي دلوقتي يا ربي؟ اما اكلمها تيجي تاخدني بقى او تبعت لي البوكس، انا هعمل ايه؟ ذنبي ايه يعني؟ مش بترد. استنيها امانه، استنيها تبعت لك البوكس احسن. لا يا حبيبتي مش هستناها، او انا صغيره، انا هروح لوحدي عادي، او ان شاء الله هتاخدها مشي. باي باي باي. انا من ساعه ما حاولت تفيده وسناء للهرب وانا قلقانه. انا عاوزاك تعسلي كده حوالين سور السجن، يمكن عاملين نفق واحنا ما نعرفش. لا نفق ايه يا فندم، مش للدرجه دي يعني. الحمد لله ان احنا لحقناهم قبل ما يهربوا. انا مش عارف لو كانوا هربوا كانوا هيعملوا فينا ايه. كانت هتبقى كارثه، وخصوصا لو قناه الحريقه دي حست بحاجه، كان زماني اترفدت دلوقتي من الداخليه واشتغلت على توك توك. اه والله يا فندم عندك حق. ايه ده ايه ده، انت عايزني اشتغل على توك توك؟ لا لا يا فندم، انا يعني بشكر ربنا ان حضرتك معانا في الداخليه، هنعمل من غيرك ايه؟ اسمع يا احمد، عايزه رقابه مشدده على اي عربيه داخله ولا خارجه، والحمامات حط حراسه، محدش يدخل الحمام الا للضروره، ولو قدروا يمسكوا نفسهم يبقى احسن. حاضر يا فندم. حاضر. الو، يا اهلا 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 سياده المامور. ايه اخبارك، عامل ايه؟ مين؟ نعم حضرتك متاكد؟ لا حاضر، انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي. انا فين؟ انا فين؟ في حاجه سيادتك يا فندم؟ شنطتي. اه في في. ليه ما فيش حاجه؟ ليه ابدا. واحد قريبي عنده مشكله، بص مر انت واديني التمام، ولو حصل اي مشكله كلمني في التليفون. طب حضرتك محتاجه مساعده؟ آه ايوه، ولا مساعده ولا اي حاجه. شكرا 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 شكرا. هو في ايه؟ الحمد لله على السلامه يا حسن. انا فندم تسلم. زيك يا استاذ زكري. اهلا ابن العمدة، اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. تعال اتفضل اقعد. تعال يزيد فضلك. اقعد. ادي قاعدي. يلبس مهندس هيني؟ لا لسه ما جاتش. ايتها خدمه؟ لا ابدا، اصلي كنت عاوزها في موضوع كده يعني. موضوع ايه؟ خير، انا تحت امرك. الامر لله. تعرفش يعني يا اخويا اذا كان الباشمهندسي في حد متكلم عليه؟ مخطوبه يعني؟ لا لسه لم يصبها الدور بعد. يهجتك ايه يا استاذ زكريا؟ ده انت طلعت راجل ابن نكتي. الله يكرمك. طب بقول لك ايه، اني قصدك في خدمي. انت تؤمرني امر يا سيدي. الامر لله يعني كنت عايزك تتوسط لي عندي. اتوسط لك عندها ازاي يعني؟ فهمني يعني.
تقعد تمدح فيا كده قدامي، تكلمها عن اخلاقي، شهامتي، مروتي. مروتك ايه؟ انت فاكرني ايه بالظبط يا استاذ؟ لا 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 سمح الله. طب ده انا حتى غرضي شريف وعلى سنه الله ورسوله. طالما على سنه الله ورسوله اني تحت امرك. وبالمناسبه اني بعيت لك ده كربات. ايوه. ده كربات وديكين رومي، ده غير الفطير المشلتت والزبده والعسل حدكوا على البيت. بس ده كتير، اني هشكر فيك واخليك في نظر الزناتي خليفه. شكرا 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 قوي. يا اهلا وسهلا بسياده العميده. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. صح حضرتك، اتفضل يا فندم. حاضر حاضر. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ انا كويسه خالص. هو حضرتك كلمتني، هو انا جالي امر انتداب عندكم ولا ايه؟ انا تخصص نساء حضرتك، مش نساء وتوليد، انما نساء وتاديب. هو ايه اللي حصل؟ لا والله الحقيقه في بنت اتظبطت في محل وهي بتسرق، وصاحب المحل جابها على هنا، وبعدين اثناء التحقيق معاها ادعت ان هي بنت حضرتك. حضرتك ليكي بنت اسمها امانه. أمانة حضرتك قادرة. حاجة غريبة قوي. أنا ممكن أشرب مية؟ طبعاً اتفضلي. أنا فاهم سعادتك، أنا فاهم سعادتك. أمانة بنتي نور عيني عندها عيب في صوابعها خفيفه شويه، وحضرتك عارف ان كل عيله ليها اللي ليها وعليها اللي عليها. وانا انا 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 انا, أنا لو اغمى عليا عن سعادتك ايديك. سياده العميده، يا سياده العميده. ايوه يا ابني هات الاسعاف بسرعه. يعني انت ما عندكش مشكله في النتورك والاوردر اللي انت عملته في الشركه طلع وهمي؟ ما عنديش مشكله والاوردر وهمي فعلا. انت بتهزر على فكره. هعمل لك ايه طيب؟ ما انا مش عارف اشوفك. وبعدين كل ما اكلمك تليفونك مقفول، اشوفك ازاي انا بقى؟ انا مش عارف، وانا زعلتك في حاجه؟ لا خالص، ليه بتقول كده؟ والله يا عمرو انت مش فاهم. اتفضلي. ميرسي. كل الحكايه ان ماما قلبت الدنيا عليا يوم ما عرفت انك وصلتني، وانا وعدتها بصراحه ان انا مش هعمل كده تاني، وانا ما بعرفش اكذب ومش متعوده على كده. وانا بصراحه من ساعه ما شفت اللي هي عملته لما موبايلك اتقفل في شرم، وانا قلت قد ايه هي صعبه يعني. اكتر مما تتخيل. امال لو عرفت انك جبت لي موبايل هديه ممكن تعمل ايه؟ لا ما تهزريش بقى، مش للدرجه دي يعني. والله العظيم اكتر من كده. بصي يا عدله، انا بحكم شغلي في السياحه تقدري تقولي كده عرفت بنات كتير جدا بعدت شعر راسي. والله؟ والله. بس بصراحه عمري ما شفت بنت لا في اخلاقك ولا في شخصيتك. ميرسي قوي يا عم. وبالرغم ان والدتك باين ان هي صعبه ومعقده كده يعني، ميرسي. بس انا بصراحه معجب بشخصيتها جدا، لان في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده وقادره ان هي تحافظ عليك. ايوه يا عمري، بس متهيألي احنا كبار بما فيه الكفايه ان احنا نقدر نحافظ على نفسنا. وهي برضه هتفضل شايفاكوا صغيرين، خلاص خدت على كده يعني. عندك حق، نفس الكلمه اللي بتقولها لي على طول. ايه ده بجد؟ والله. انا مضطره امشي بقى. هو احنا لحقنا نقعد؟ لا انت قلت لي 5 دقايق، احنا بقالنا كتير قوي قاعدين مع بعض. ياه بقى انت مستكتره فيا الشويه اللي هقعدهم معاك، وانا مستعد اديك عمره كله. معلش انا اسفه، انا مضطره امشي. اعدي؟ ماشي اوكي. اتفضلي. ميرسي. طب وعديني ان انا هشوفك تاني. اكيد ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. اظن سيادة العميد نور شرحت لك سوء التفاهم اللي في الموضوع ودفعت لك تمن بضاعتك، لكن لو لسه عايز تعمل محضر ده شيء يرجع لك. لا لا يا بيه خلاص، مفيش داعي. أنا عندي إخوات بنات برضو زي الأنسة. ربنا يخليهم لك، ربنا يفرحك بيهم. العفو يا فندم. العفو يا فندم. أنا أوعد حضرتك إن أنا كل حاجاتي هشتريها من عند حضرتك. أنا محتاجة صبغة يعني، عندك اللون ده ها؟ بس مش وقت.
مش وقته يعني، كلك ذوق كلك ذوق. يا فندم وربنا يشفيها لحضرتك يا رب. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. احنا معاك، احنا معاك، تعبنا سعادتك جدا والف شكر، واسفين للازعاج عشان اخواتها هتلاقيهم قلقانين دلوقتي. سعادتك. لا ازاي حضرتك، احنا زمايل، بس كنت عايز حضرتك دقيقتين لو سمحتي. انا امانه ممكن تستني ماما بره شويه؟ شوفي يا نور، نصيحتي ليك كأخ، الموضوع ده لازم تشوفي له حل بسرعة. انت واحدة ليكي مركزك الحساس، والمرة دي الحمد لله الراجل طلع طيب وتنازل عن المحضر. المرة الجاية بقى لا قدر الله ما نعرفش ايه العواقب. عندك حق سعادتك، انا مش عارفة اعمل ايه، اخليها تسيب ايديها قبل ما تخرج ولا ايه؟ بس سعادتك اوعدك ان انا سعادتك هتصرف. كتر خيرك سعادتك، ربنا يخليك، واسفين على الازعاج سعادتك. سلام عليكم سعادتك. سلام ورحمة الله وبركاته. يا انتصار، اما الحلقه اللي فاتت من البرنامج بتاعك كانت هايله، قلبت مصر كلها. بالعكس بقى، انا شايفه ان انا بقالي بتاع 3 حلقات كده الحظ مش معايا ابدا، مش عاجبني، كل ما الحلقه تخلص انا اتنكد، حاسه كده ان في حد مديني عين في الحلقات. بالعكس بقى يا طن، ده انا كل امهات اصحابي وابهاتهم بيستنوا حضرتك عشان يتفرجوا عليكي كل اسبوع، ولو وراهم اي مواد بيلغوها عشان يشوفوا حضرتك في الحلقه. يا حبيبه قلبي انتي من جوه، يا حلوه يا عروستنا يا جميله، بس انتي عارفه انا نفسي ايه؟ اجدد في البرنامج شوية. يعني بدل ما يبقى مشاهديني ناس كبار ومواضيع تقيلة، نفسي أجدد في المواضيع، أعمل مواضيع تليق بيا، مواضيع شبابية على قد سني. فكرة هايلة يا انتصار بجد، انت احلى حاجة فيكي انك دايما بتفكري ازاي تطوري البرنامج بتاعك، عشان كده انت دايما رقم واحد في مصر. الحمد لله. هو عمرو اتأخر كده ليه انتصار؟ زحمة زحمة، البلد زحمة، مصر زحمة، إشارات كتير، أنت عارفة الزحمة. آه والله الزحمة، الزحمة بقت فظيعة في البلد وفي أي وقت ومن غير أي سبب. نورتوني. بتسرقي يا بنت؟ بتسرقي؟ بنت العميد نور عز الدين بتسرق؟ ماما. ماما. مامة إيه ونيلة إيه؟ مش مكسوفة من نفسك لو حد عرف يقول علينا ايه؟ مش عشان انا في 60 ده، عشان خاطر دول اخواتك البنات، الناس تقول علينا ايه؟ عندنا بنت حرامية؟ انا قصرت في حاجة؟ انا حرمتك من حاجة؟ انا حرمة نفسي من كل حاجه عشانكم. انا سبت الدنيا كلها ومصبره نفسي واقول لا لا لا، حياتك ما ضاعتش هدر يا نور، بناتك بيكبروا قدامك وتشوفيهم، بتشوفيهم كويسين قوي، مصدره نفسي للدنيا بدون قميص واقي، تدخلي انت فيا بحزام ناسف؟ يا بنتي ده انا محاميه عليكم كده وحضناكم، ده انا عمود البيت ده، يعني انا اقف؟ طب ما انا اما اقع انتوا كلكم هتقعوا. خساره يا بنتي، خساره، خساره يا بنتي، تعملي فينا كده؟ خساره، خساره يا امانه، تعملي فيا كده؟ يا ماما، أنا كنت فاكرة اتعالجت وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما أعرفش أنا لسه عيانة، وديني اتعالج تاني ومش عامل كده تاني، وديني والله العظيم، قولي لها قولي لها مش عامل كده تاني، اتعالج مش هيسرق. أنا عارفة. تعالج يا ماما، تعالج يا ماما، مفيش خروج ولا دخول، رجلك على رجلي ومش عايزه كلام،
شرف شرف تعالي 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 قولي لها معلش يا ماما معلش يا ماما والله العظيم انا بحبك ما تزعليش مني لا مش تسرق تاني مش بزعل منك ايه ده هي مشيت ادي يا صلاحها يا ماما بحبك انت عارفه والله انا اسفه انا اسفه فاصل شحن جايز يا حبيبتي جايز ولا بقى يمكن يكون مش عايز يشوفنا ايه ده شهيره شهيره اتجننتي ازاي تقولي كلمه زي دي انت عارفه عموره بيحبك وبيموت فيك انت عارفه لما عرف ان انا جايه اشوفك انهار انهار من الفرح دموع بقى دموع اول ما عرف ان انا جايه اشوفك وخصوصا كمان لما عرف انك انت جايبه معاكي كندهار ما هي نار يا حبيبتي ما هي نار بغض النظر مشيها لواحظ من كتر يا حبيبتي ما هو مشتاق لنا ونفسه يشوفنا جاي يجري على طول ما يلا بينا يا مهنار يلا يا ماما اخس عليكم انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه معلش يا حبيبتي لازم انام بدري عشان بكره عندي انترفيو انت انت هتشتغلي ان شاء الله احسن برضو احسن من الجواز باي باي يا انتصار باي باي يا روحي مع الف سلامه باي يلا حبيبتي كده برضو يا عموره كده برضو تحرجني كده برضو تبوظ الجوازه بس هي كده كده كانت هتبوظ لو كان شاف الكعب الاحمر ده بايظه بايظه عداله عمرو ازيك الحمد لله تمام انت خارجه من الشغل بدري ليه لا مفيش اصل انا عندي اوردر بره انت ايه اللي موقفك هنا واقف مستنيك مستنيني انا ليه عدل انا بحبك ونفسي ان انت تكوني شريكه حياتي انت بتقول ايه بحبك بصي يا عمرو انا دايما بحب اكون صريحه وواضحه في حياتي انا ما اقدرش انكر ان انا انجذبت لك اول يوم شفتك فيه واظن انت عارف كده بس برضو الحب والمشاعر مش كل حاجه احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر وبعدين بقى انا عايزاك تعرف ان انت مقبل على حرب لو انت ناوي تتجوزني بجد يعني مقبل على حرب ليه وانا هتجوز فان دام والله يا عمرو انت مش متخيل ماما في مساله الجواز دي صعبه قوي دي لسه رافضه عريس لاختي شرف الكبيره علشان قال ايه سقط في كشف الهيئه وهو مقدم حربيه لا الاوفر ده ما تهزريش بقى يا عداله ماشي اوكي بكره تشوف هتعمل تحريات عنك وعن اهلك وعن والدك وعن والدتك لا لا تعمل اللي هي عايزاه عادي طبعا انا والدي زي ما انت عارفه يبقى امجد الحر رجل اعمال وسمعته زي الفل والناس طبعا. كلها بتحلف بشرفه والدتي بقى يا ستي تبقى الاعلاميه المعروفه انتصار عبد الحق ربنا يخليهم لك ميرسي انت بتقول مين يا نهار اسود ماما المهزله اللي سمعتها دي مهزله ايه انا مش هتكلم انت اللي هتنطقي وتقولي ايه اللي حصل جيتي هنا ازاي جيتي بيتك ازاي جيت يا ماما انطقي وانا ما قدرتش اكسفه اللي هو مين اللي هو عمرو اللي وصلك قبل كده ايوه ما هو اللوم مش عليكي اللوم علي انا سمحتلك تسافري شرم الشيخ وترجعي مع شاب غريب وبدفع التمن تاني وتركبي معاه تاني اختك فين اختي نايمه في الاوضه مش قصدي شرف التانيه الصغيره لا يا ماما روحي لوحدك سامحيني يا ماما والله خلاص انا اسفه ايدي وجعتني ايدي وجعتني انا اسفه خلاص اخر مره لا لا جسمك نحس يلا يلا امسكوا يا بنات بنات معلش امسكي يا أمانة بصي بقى يا أمانة
انت مش هينفع تفضلي محبوسه كده. مش هينفع تفضلي مسلوبه الاراده، يعني لازم تشوفي لك حل. انت لازم يا امانه تروحي لدكتور النفساني. عندك حق يا شرف، ده رايي انا كمان بصراحه. هو انا عارفه هخرج من هنا امتى وازاي؟ سيبي الموضوع ده عليا. وبعدين هروح لمين؟ هروح لمين؟ هروح لمين ايه يا امان؟ هو احنا بنغني هنا ام كلثوم قدامي؟ قصدك ايه يعني يا شرف؟ عايزيني اروح لدكتور نفساني؟ وده اجيبه منين؟ يو يا ستي هنسال واحنا هنغلب. اسمعوا يا بنات، انتوا فاكرين بيتنا القديم اللي في المنيل؟ ايوه طبعا فاكرينه، هو احنا نقدر ننساه؟ فاكرين الدكتوره سميحه الزخاري اللي كانت معانا في العماره؟ تقصدي الدكتوره النفسيه اللي كانت ساكنه معانا؟ والله عندك حق يا شرف، على فكره بقى امانه دي الوحيده اللي تقدر تعالجك وفي السر كمان، وممكن نطلب منها ان هي ما تقولش لماما حاجه خالص. وتفتكروا انها ممكن توافق انها ما تقولش لماما ويبقى الموضوع في السر؟ سيبيها على الله. طيب انا كان في موضوع كده عايزه احكي لكم عليه. موضوع؟ موضوع ايه؟ اما تكون يا بنت بتمشي وانت نايمه ولا عايزه تروحي لدكتور نفساني انت كمان؟ بس بس انا بتكلم بجد. انا عندي مشكله يا جماعه. مشكله؟ مشكله ايه؟ ما تنطقي، اوعي تكوني عملت زي هنادي يا امار. بس يا بنت بلاش قله ادب. انا جاي لي عريس. بجد؟ الف الف مبروك يا عداله. تستني اعرفي مين الاول. عريس مين؟ هيكون مين يعني؟ جيمس بوند؟ يا ريت. امال مين؟ يا ريت. يبقى ابن انتصار عبد الحق. ايه؟ يا لهوي! أنسة أماني؟ أهلاً، إزيك يا عم رضا؟ تسلمي يا ست الكل، إزيك يا ست المأمورة؟ الحمد لله تمام، بتسلم عليك. فين إن شاء الله؟ لا أبداً، كنت جاية أزور حد من الجيران. زي مين إن شاء الله؟ دكتورة سماحة الزخاري. دي بطلت تيجي العيادة من دايما؟ إيه؟ بطلت تيجي العيادة؟ معايا عنوان أنا وعاوزة؟ طب إدهوني يا عم رضا. حاضر. حبيبتي ده أول يوم لينا بعد الانفرادي، ما وحشتكيش الشمس؟ هنقضي فسحة هنا في العنبر؟ لا يا أختي، وحشني الشارع أكتر. أنا عارفة النظرة دي. تاني يا تفيدة، يا حبيبتي مش كفاية اللي جرالنا؟ ويا عيالي ما يحكموا علينا بقد إيه بعد ما حاولنا نهرب؟ مالك يا بنت حابة السجن كده؟ ما هو ده اللي مخليني عايزة أهرب، كل شوية الأحكام دي عمالة تزيد فوقنا فوق لغاية أما ورمت. بقول لك إيه يا تفيدة؟ لو شيطانك لسه بيوزك يا حبيبتي انا بره اللعبه دي، وعشان خاطر العيش والملح اللي ما بيننا انا بقول لك يا تفيد عقلك في راسك تعرفي خلاصك، ممكن السيجاره دي انا اللي هولعها. امشي يا بنت غوري من هنا، امشي. خدتك القرف جبانه. الو. ايوه يا عداله. رحت للدكتوره سميحه، بس يا ستي دي قفلت العياده. الظاهر انها اعتزلت على وش اختك الفقر. انت بتضحكي على ايه يا مستفزه؟ يا ستي سالت البواب واداني عنوانها الجديد. اروح لها فين يا بنتي؟ ده انا يا دوبك مستاذنه من المدرسه بالعافيه ساعتين. يا ستي خليهم ثلاثه مش هيحصل حاجه. لا طبعا لازم تروحي لها، على الاقل حتى هي ترشح لك اي دكتور من تلامذتها تكون بتثق فيه. ما تنسيش. ها خلاص يا حبيبتي، ماشي بقى، طمنيني. يلا باي باي. وانت كمان والله
ولكن كان لازم يعني تطلع ابن انتصار عبد الحق من بين كل الناس. ده ايه البخت ده يا ربي؟ مين؟ ايوه يا دكتورة سميحة موجودة؟ انت مين؟ انا امانة. امانة مين؟ امانة بنت العميد نور عز الدين اللي كنا جيران من زمان. دكتورة سميحة؟ انت مين يا اختي؟ ايوه يا دكتورة سميحة انا امانة. أمانة؟ أمانة بنت العميد نور عز الدين اللي كنت جارتك زمان. إيه؟ مين؟ أمانة بنت العميد نور عز الدين اللي إيه؟ كنا جيران. أيوة افتكرت. أهلاً وسهلاً. إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. أنا رحت لك العيادة قالوا لي إن أنتِ خلاص ما بقيتيش تفتحي، وسألت البواب واداني عنوانك الجديد ده. أهلاً وسهلاً. أنا كبرت في السن بقى خلاص، وشغلانة الطبيب النفسي دي عايزه طولة بال وصبر. ربنا يديك الصحة يا رب يا دكتور. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. ماشي شكرا. إنما إيه اللي فكرك بيا النهارده؟ بصي يا دكتور، بصراحة بقى أنا عندي مشكلة كبيرة قوي، وأنت الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدني فيها. أقدم لك إيه؟ تحبي تشربي إيه؟ لا لا لا، ربنا يخليكي، مش عايزة حاجة، أنا مش غريبة، لو عايزة حاجة هقوم أعملي نفسي. والنبي يا أختي غلي لي شوية جنزبيل. ماشي حاضر. إنما أنت مين يا أختي؟ عايزة ايه؟ انا امانة. بصي بقى يا دكتورة. ها؟ بصي حضرتك، انا عندي مشكلة كبيرة قوي، وانت الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدني فيها. بس يا اختي غليلي شوية الجنزبيل واتي ومتعالي. ماشي حاضر. بس انا ملاحظة ان مفيش حد هنا في البيت خالص، هو انت عايشة لوحدك؟ اه يا بنتي عايشة لوحدي. يا عيني. كان عندي بقى جدع مش قادرة أقولك يفرح القلب الحزين، ربنا اختاره شهيد جنبه. يا عيني الله يرحمه. وأحمد بقى التاني ده سابني بقطره، سابني وهاجر حتى ما فيش تليفون. لا خلاص، أنا هسأل عليكي من النهاردة واعتبريني زي بنتك. اتفقنا؟ أيوة يا أختي. أهلا وسهلا. ماشي، هقوم أعملك الجنزبيل. اغلي يا أختي الجنزبيل وهاتيه. آه، هو المطبخ فين؟ الله، ما تدوري يعني، اذا كنت بسال على المطبخ اكيد برضه هسالك فين الجنزبيل. امشي وشوفي على شمالك كده وانت ماشيه. ماشي. خدي شمالك. ماشي حاضر. لا يا حبيبتي، وصل اهم، لسه داخلين. ايه الحاجات الحلوه ده من غير ترابيزه؟ لا دعابه. ربنا يخليكي. وبالنسبة بقى للحملة بتاعتك، مش عايزاكي تقلقي أبدا، أنا في المحطة هزبطلك كل حاجة، أنا هخليلك مصر كلها ما تتكلمش إلا على سعاد ستورز. ميرسي يا قلبي، ميرسي خالص، مع ألف سلامة حبيبتي، باي باي. هلو يا أحلى مامي في الدنيا. هلو يا أجمل بنوتة في الدنيا. شايفاكي جايبة انس دي وحركات. إيه لا، ده معجبين، انت عارفة أمك ومعجبينها. مبروك عليك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي يا قلبي. قوليلي بقى ايه الموضوع المهم قوي اللي انت عايزاني فيه ده؟ بصي بقى يا بنوتة، من غير لف ولا دوران، أنا عارفة بعلاقتك مع الواد إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم مين؟ الأبيض، الواد إبراهيم المعد اللي عندي في البرنامج. وعرفتي ازاي هو اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالي، المهم ان انا عرفته وخلاص. بس انا جايباك النهارده يا حبيبتي علشان انصحك. انت عارفه انت واخوكي بالنسبه لي تبقوا ايه؟ صحيح انتوا مش عايشين معايا، بس انت عارفه انا ما اتمناش ليكوا غير كل خير. الواد ابراهيم ده ما ينفعكيش، ما ينفعش. وما ينفعش ليه يا ماما؟ عشان شحات يا بنتي. يا حبيبتي بالهداوه كده، هو يعني يقدر يعيشك في نفس المستوى المعيشه اللي انت عايشاها؟ بس انت عارفه يا مامي ان انا الحاجات دي كلها ما بتفرقش معايا. ايوه ما بتفرقش معاكي، لانك اتولدتي وعشتي فيها فمش حاسه بقيمتها، لكن يوم ما تخرجي من العيشه دي هتحسي. وهو شحات وهياخدك وتشحتوا سوا. اوكي، يعني انت جايباني النهارده عشان تقولي لي انسي ابراهيم وانك رافضاه
وانك مش عايزاني اتجوز. لا 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 خالص يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، انا عايزاكي تبقي سعيده ومبسوطه. انا ست ديمقراطيه، انا سايبه لك القرار ليكي انت، بس انا واجبي كأم ان انا انصحك. عايزه تتجوزيه يا حبيبتي اتجوزيه، انا ما عنديش مشكله، بس مش هوافق ابدا انك تتجوزي الوقت الشحات ده. معقوله؟ مش قادره اصدق امك تبقى عارفه ان عندك المرض ده ومش بتعالجك ازاي؟ شوف يا ستي، المرض اللي عندك ده عباره عن ايه؟ اسمه هوس السرقه، يعني اللي بيسرق مش عشان هو حرامي، لا، ده هو بيسرق لانها بتبقى متعه عنده. فعلا يا طنط، انا لما بسرق بحس اني مبسوطه قوي كده وفرحانه. انا عايز اعرف امك ازاي ساكته عليكي لحد دلوقتي؟ ماما رافضه تماما فكره علاجي. كل ما اجي اقول لها يا ماما انا عايزه اتعالج تقوم قايله لي انت على اخر الزمن يا امانه، عايزه تفضحيني؟ يا سلام، تفضحينا؟ ولما تسرقي مش فضايح؟ وجرجرتكوا كل يوم والتاني في الاسم مش فضايح؟ ارجوك يا طنط سميحه اوعي تجيبي لها سيره اني باجي عندك هنا البيت، ماما لو عرفت هتطين عيشتي. لا، ده الظاهر امك هي اللي عايزه تتعالج. بصي بقى، رغم ان انا اعتزلت لكن بصراحه انا حبيتك وقررت ان انا اعالجك. ربنا يخليكي ويديك الصحه يا رب. يا دكتور، يا دكتور، انت مين يا اختي؟ انا امانه. ها؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ بس يا بنات، وقالت لي انها هتعالجني عندها في البيت، وتخيلوا انها مش عايزه تاخد مني ولا مليم. ست جدعه بصحيح، بس انا مستغربه فكره يعني ان هي هتعالجك في البيت. ليه يا بنتي؟ هو يعني العلاج النفسي ده محتاج ايه غير شيزلونج وكاسيت وشويه فضفضه؟ عندك حق، بس يعني دي صعبانه عليا قوي. ليه مالها؟ تخيلوا ان ابنها الوحيد هاجر امريكا ومش بيسال عنها خالص ولا بيكلمها. اخس عليه اخس. خلينا في المهم، ركزي معايا يا دودي. إيه؟ هتعملي ايه في المفاجاه اللي انت فجرتيها امبارح؟ ما نقيتيش غير ابن عدوه ماما اللدود. شفتوا الكارثه اللي انا فيها؟ ماشي حظي. الله الله، ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا ست المأموره؟ مأموره مين؟ ده انت اللي مأموره. انا بقلق قوي لما بلاقيكم انتوا الثلاثه مع بعض، لكن لو قفشتكم مش هرحمكم. هنقسم ايه بس يا ماما؟ اصل اخواتي حبايبي مش عاوزين يسيبوني لوحدي بعد اليوم اللي مشقوم اياه. اصل حضرتك مش فاهمه، انا كل ما بقعد لوحدي بفتكر وبقعد اعيط يا ماما. صعب عليا، مفيش معاكي شيبسي تديني؟ غوري يا بنت من قدامي، غوري. افتكري يا اختي، افتكري، افتكري الانفراد يا احسن. فاكراه؟ بقول لحضرتك ايه يا ماما، هي انتصار عبد الحق. بلاش السيره دي، بلاش السيره دي. الست دي لما بتجيبوا سيرتها اللحميه بتزيد، بقعد اشكر طول الليل. ليه يا ماما يا حبيبتي كده؟ هي مش جات لحد عندك في السجن وصالحتك وصورتك؟ صالحتني ايه؟ هو انا شفت خلقتها؟ ده من غلها لما لقت السجن عندي انضباط وترمي الابره ترن ما زعتش التقرير. ما تقلقيش يا ماما، اكيد الاسبوع الجاي هتذيعوا. تذيعوا ولا ما تذيعوش؟ قناة الحريقة إن شاء الله تتحرق بيها. انتوا سايبيني لوحدي ليه؟ ما تيجوا، ده أنا جايبة لكم لب أبيض وتين بلشوم، تعالي قشرهولي لحسن هيحمر. حاضر حاضر. جايين أهو حالا أهو. حاضر. بقول لك يا دودي، اقعدي كده بقى. أنتِ لازم تشيلي فكرة الواد ده خالص من دماغك. ده ماما شكلها هتستخدم معاه أسلحة الدمار الشامل. ده إيه الحظ الأسود ده يا ربي؟ طب يلا يا حبيبتي أنتِ وهي الأحسن تطلع وتطين عشان. يلا. يلا يا بنت جايين اهو، شد ومدي. شبشب. اتفضل يا استاذ عمرو. ميرسي حبيبه قلبي، وحشتيني. على قلبه الوش. ماشي. طب مبدئيا كده انا عارف انك زعلانه مني، بس والله العظيم انا جاي لك مخصوص عشان اصالحك. يا سلام، يا الف بركه، توك ما افتكرت بقالك يومين قافل الموبايل. كل ده عشان ايه؟ مش قادره افهم. انت كنت هربان فين يا واد؟ يا حبيبتي ما انت عارفه بقى ان انا عندي شغل قد كده، اعمل ايه؟ مع ابوك طبعا. اصله هيعمل مصنع لانتاج المياه المعدنيه. مياه معدنيه وهو مش فاهمه في المياه، وهو ناقص فلوس مع اللي قلبه قد كده. بس احسن خليه يشتغل ويتعب، منتوا اللي هتورثوه ان شاء الله قريب. يا
حبيبتي طلعت في دماغه بقى، انت عارفه دماغه. وانت ازاي تحرجني كده مع صديقه عمري وما تجيش تشوف العروسه الجميله القمر؟ قمري بس يا ماما، ما انت عارفه طريقه دماغي في التفكير يعني. الموضوع ده فاكس بالنسبه لي ماما، جوازها قديمه؟ ايه ده؟ صعب. عموما البنت كانت زي القمر وحلوه واكيد ده انت لو شفت البوت الاحمر والكعب اللي بيبرق بس خساره فيك. حلو، ما دام هي خساره فيا بقى خليها لاي حد تاني. هو ايه يا ابني اللي خليها؟ هي ميداليا اباجوره دي بني ادم، بني ادم عروسه عروسه. المهم يا حبيبتي سيبك الموضوع ده بقى عشان في موضوع تاني انا عايزك فيه. قول يا حبيبي. خير؟ هو حضرتك تعرفي واحده اسمها العميده نور عز الدين؟ يا ساتر يا ساتر، اعوذ بالله، دي ست فظيعه لا تطاق، بشعه. الله الله، ليه كده بس يا ماما؟ لانها احرجتني، احرجتني على الهوا، لسانها زي الفرقله. واضح ان انت شايله منها جدا. شايله؟ ده انا شايله وشايله وشايله، ده انا هفضل وراها لغايه ما اخرب بيتها، هفضل وراها لغايه ما بطلها الشغلانه بتاعتها ان ما رفدوها. صبرك عليا، ده انا هرتب لها مصيبه تتوني كده حوالين، انا مش بعيده اجر الارهابيين يروحوا يقتلوها. ليه يا حبيبي؟ ليه بقى يا ماما؟ خلاص بعدين نبقى نتكلم، انت مش طايقه حد اصلا يجيب لك سيرتها. عن اذنك. انت تعرف الاشكال دي منين؟ اشكال ايه بقى؟ يا واد انت مالك قلبت هندي كده؟ فين؟ قفل موبايله؟ طب خلاص انا هاجي لك حالا. حاضر. بقول لك ايه، دي لحونه فولترين، وخلي رؤوف يعمل لها التراسونيك، واعملي شاي بلبن. بقى كده برضو يا شرف تاخدينا عليكي؟ حصل امتى الكلام ده؟ في ايه يا عيال؟ اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. ملوش لازمه الكلام ده يا ابن خالتي. مش لازم انا ابقى موجوده في كل حاجه. هو في مشكله في الدنيا امك مش طرف فيها؟ هي الحاله كانت صعبه شويه بس الحمد لله ربنا سلم. يا راجل يا عجوز، انا قررت ان انا اخطب. هو حب من اول نظره؟ هو انا ايه، مأذون شرعي؟ الله اعلم. بس انا ما كنتش اعرف انك مقطعه قلوب العذراء كده. يا عمري ما شفت فرح في التراب. في جهنم ولاهبها. اول ما زيكا ما تشتغل الميتين هتصحى. بكره تاخدي اعدام وتحصليه يا بنتي. الأم لما بتبقى أم ما يهمهاش غير مصلحتك، وطنك وبيتك وقت الهم، وفي حضنها بتلاقي راحتك. الأم لما بتبقى أم ما يهمهاش غير مصلحتك، وطنك وبيتك وقت الهم، وفي حضنها بتلاقي راحتك. ولو تقول الآه بتقول
بتبقى ما بتسألش عليها ولسه ما ترفع ايديها وتدعي لك ربنا يحميك ويبارك لها دايما فيك وتقول من قلبها ده الغايب الغايب حكيت وياه وما بتعرفش قيمتها غير لما ما تلاقيهاش ولا هتلاقي في الدنيا حد عشانك غيرها عاش وما بتعرفش قيمتها غير لما ما تلاقيهاش ولا هتلاقي في الدنيا حد عشانك ساكنة في دمي أمي يا دايما شايفة